يلا بينا. خلاص ركز. يلا. انا عارف انكم النهارده تعبانين وان يوم شاق جدا وطالعين من امتحان، بس انا ثقتي فيكم كبيره، متعشم فيكم جدا، انتوا عمالقه وامكانياتكم الذهنيه ما شاء الله الله اكبر عليها. صح صح، لان الجزء اللي صعب فات خلاص واللي جاي كله بسيط ان شاء الله. يا مهبل مش عارف اشوفها ازاي. نبدا نعبد ولا ايه؟ ايه كام في ساعة فاضية؟ حلو جدا. في حد بره لسه؟ صلوا طيب. طب استناهم دقيقة. طب يا ولاد بصوا بصة كده على الشرايط كده، بصة كده بصة كده. عشان تعرفوا قادرين على ايه. اسهل الجارات اللي ممكن نشوفها، لان الجاره اللي كاتبه عندي جزء من الاسوفجس والجزء البروكسيمال من المعده، وفي كلا المكانين عندي دايليتد تورشس فينز. يبقى التشخيص ايه؟ اسوفجيال فاريسيس. وطبعا الاسوفجيال فاريسيس هي دوالي المريء، اللي هي مش دوالي المريء وبس، ده ممكن تبقى موجوده فين كمان؟ في البروكسيمال بارت اوف ذا ستوم. يعني هي الدايليتد فينز اللي في نهايه الاسوفجس وفي بدايه المعده. دايليتد تورشوس سب ميوكوزال فينز. الفينز دي بتبقى تحت الميوكوزا فبتبان دايليتد وتورشوس زي ما انتم شايفين اهو. يبقى اذا الجار يا دكاتره النسيج التيشو اللي موجود عباره عن ايه؟ اللور بارت اوف اسوفجس والابر بارت او البروكسيمال بارت اوف ذا ايه؟ اوف ذا ستومك. كونتيننج ايه بقى؟ سب ميكوزال فينز نورمال؟ لا، دايليتد اند تورشوس. يبقى تشخيص الجار ايه؟ اسوفجيال كارسيس. بس موضوع بسيط. الجار اللي بعده يا اولاد طبعا واضح ان دي الروجيه بتاعت المعده اهي. يبقى انا عندي معده مفتوحه وعندي تحت يا دكاتره في عندي قرحه واحده سنجل السر. الميكوزا اللي حواليها فلات والقرحه نفسها واضح جدا انها قرحه مدوره وليس لها ايدج عالي. يبقى ليست قرحه سرطانيه. قرحه نازل الايدج بتاعها شارب زي ما في شارب اهو، شارب اهو. كلين كات، ولذلك تسمى كرونيك بيبتيك ألسر. هو البيبتيك ألسر يا اولاد عدد الألسرز بيبقى كام؟ سنجل والإتش شارب والفلور كلين سموث. ليه؟ عشان الحامض صح؟ والبيس بتاعها بيبقى ثيكند. ليه؟ لان نازل مهيج السيروزه، الحامض نازل على السيروزه من تحت مهيجها متخلف. يبقى تاني الجار اسمه ايه؟ كرونيك بيبتيك ألسر.
هقول ان انا عندي الجارس كونتيننج اكتر من واحده ولا سنجل؟ سنجل. شكلها راوند، الايدج شارب كلير كات، الفلور سموث كلين، والبيز ثيكند او انديوريتد بيز بسبب الثيكند ايه سيروز. خلاص. والميكوزا اللي حواليها فلات، سراوندنج الميكوزا تبقى فلات. السر شارب كلير كات، فلور سموث كلين، بيز ثيكند وايت بريتونيوم، ليه سيروز. خلاص. والسراوندنج الميكوزا في اي مشكله في القرحه دي؟ المشكله كلها في القرحه الجايه. فين الالسر اللي هنا ده؟ طب هو العيان ده لقيت شايل المعده بس ولا شايل المعده وحاجه كمان؟ اللي شايل المعده والديودنم وجزء من الجوجنم، لان المريض ده حصل له بايلوريك ستينوزس، بايلوريس اتقفل، فلما اتقفل قاموا عاملين له وصله ما بين المعده والجوجنم. حد فاكر كان اسمها ايه؟ جاسترو جوجنستو، اللي هي حاطط لك فيها التيوب الازرق ده. ده مكان الوصله. ما نفعتش مع العيان ده وصلات. قال لك يبقى شيل المعده بالديودنم بالجوجنم، لان عنده قرحه سرطانيه. فين القرحه السرطانيه؟ اهي. ليها ايدجز ولا ملهاش ايدجز؟ من غير ما تبص كده لو سمحت قول لي وصف المالجننت السر. الايدج بتبقى ريزد افيرتد، والفلور نيكروتيك هيموراجيك، والبيز فيكسد انديوريتد. يبقى الجار ده ما فيهوش الا وصف المالجننت السر. وما انساش ان في وصله اسمها ايه؟ جاسترو جوجنستومي. يبقى انا عندي لارج السر، ريزد افيرتد ايدج، نيكروتيك هيموراجيك فلور، fixed induced base مع gastrojejunostomy بسبب الانسداد اللي كان في الفيروس. يبقى جار malignant gastric ulcer او carcinoma of the stomach which malignant type. لان في عندي نوع تاني يا دكاتره من انواع السرطان ما بيعملش ماس ولكن بيخترق الجدار وبيتخن الجدار، diffuse infiltrative. فاكرين كلمه infiltrative دي؟ ومن أسوأ انواع السرطان. فاكرين لما كانوا بيشيلوها كانت عامله زي الليدر باتل؟ وانتوا طبعا خواجات مش عارفين ليدر باتل، فراحوا مسمينا اسم تاني لاينيتس بلاستيكا، بيبقى ناشف جامد عامل زي البلاستيك. هو ده، هو النوع ده سرطان المعده المخترق، انفلتريتيف جاستريك كارسينوما. هو احنا هنقول ايه في الكومنت؟ انا عندي ماس؟ ما عنديش ماس، انما عندي الوول از ثيكن، والنتيجه ان اليومن از نارو. خلاص. اللون الستاندرد بتاعنا ايه؟ جريش وايت. عندي جريش وايت تيومر انفلتريتنج الوول، كويس، انفلتريتنج المصل لانه طبعا مخترق كل الجدار. جريش وايت عمل ثيكنج في الوول، ناروينج اوف ذا ليوم، كويس. وديت هو الكلام ده طبعا في منطقه الايه؟ البايلوريس. الجار اللي بعده يا ولاد اللي هو ده، عندي مزود حاجه كمان، ان عندي الليمف نودز هنا ايه؟ الصوره ديت يعني عندي في الجزء بتاع الهومنتم، عندي ليمف نود اللارجر اللي هم دول بسبب الميتاستاسيز انفلتريتد ليمف نود. يبقى اللي فات كان جاستريك كارسينوما السر، ولكن ده انفلتريتد طبعا. جدار تخين، يومن ضيق، لونه جريش وايت، ومكبر الغدد الليمفاويه المصاحبه للعين. تمام؟ الجار ده شفناه مع بعض قبل كده، ده اسمه ايه؟ سابيرتيف ابندسايتس. وطبعا الابندكس يا دكاتره لما تبقى سابيورات بيبقى حجمها طبيعي ولا سوولن؟ سوولن، لارج كونجستد ابندكس. البريتونيوم عليه طبق اوبيك باس، اوبيك باس. وانا قلت لكم انكم شفتوا حاجه نادره جدا، ان الابندكس تعمل فيستولا مع بطن العيان. العيان ده عنده فيستولا مع الابدومينال بول، ولكن الابندكس لو جات لي سودا ده يبقى فيها ايه؟ جانجل. بس يبقى بصفة عامة جميع حالات الابندسايتس الابندكس السايز بيبقى انلارجد او سوولن، والبريتونيوم كفرد باي باس، ولو فيها لون اسود يبقى عندي بلاك جانجرين. ولكن العيان اللي عنده فتحة هنا بنسميها ايه؟ فيستولا. مع مين؟ مع الابدومينال وول، مع الانتيرير ابدومينال. ده بالنسبة لاكيوت سكيورتيف ابندسايتس جار سابلو. طبعا يا ولاد ده هو ده، ده هو ده، خلاص من ورا ابندكس، دي الابندكس وده الابدومين الاولى اهو اللي هو حاطط لك ماركر. طيب
بص يا ولاد نفس الجار اهو بندكس اهي وعندي تيوب اهي اتحطنا فتحه من ورا على الايه على الانتيرا الدومينال ماشي. بص يا ولاد انا عندي ثلاث جارات شبه بعض شويه انا هعرضهم الثلاثه دلوقتي ورا بعض وعايزكم من قبل ما نقول عناوينهم ومواصفاتهم تحاولوا تطلعوا الفروعات. ده الاولاني هو على فكره هم كلهم كول كلهم ايه كول تيوبلر استراكشر عريض وطويل. ادي الاولاني ادي الثاني ادي الثالث كانهم شكل بعض بس هم مش شكل بعض لان في واحد منهم مليان بولبس. يا ترى ده ولا ده ولا ده اللي في النص دي بولبس يا ولاد والبولبس يساوي بالعريزيزيس لان في واحد منهم المناطق العاليه اللي فيه ألسريتد متاكله. شايفين يا ولاد يعني المنطقه العاليه اللي انت شايفها مقشوطه متاكله فيها حته متقشره وطالما ألسريتد يبقى اتكلم على اميبك ديسن. والثالث بتاعهم مفيش عندي الالسريشن ولا عندي بوليبس بس الجدار تخين وعليه ممبرين شكله مش نظيف مش رايق. الممبرين ده سودو ممبرين بلاقيه في حالات الباسيلاري دازل. يبقى انا عندي ثلاثه شكل بعض. الاولاني اللي هو فيه ثلاث اربع قرح ضخمه جدا امامك دازل. الثاني اللي مليان بوليبس كبار طالعين واضحين جدا بارزين يبقى بالهارزا بوليبس. الثالث اللي هو الجدار الريجولار وتخين وعليه ممبرين شكل مش رايق ديرتي ممبرين ده يبقى اسمه باسيلاري ديزل. يبقى اسميهم تاني ده اسمه ايه؟ اميبك وده اسمه ايه؟ بنهارزيان بوليس وده اسمه ايه؟ باسيلاري ديزل. من العناوين انت عارف الباثولوجيكال فايندنج اللي موجود لان انتوا عارفين يا دكاتره ان الاميبك ديزنتري الاميبا بتعمل السر ولكن الالسر بالكات سيكشن بيبقى اسمها فلاسك شيب الايدج بتاعها بيبقى اندر مايند. يبقى الالسرز اللي موجوده هنا عندي مالتيبل السرز اهو الالسر فلاسك شيب عميقه الى حد ما والايدج بتاعتها اندر مايند بس الكلام ده ما يبانش هنا يبان لو اتاخدت كات سيكشن اندر مايند ايدج والفلور فيه ايه؟ نيكروزس. يبقى تاني الاميبك ديزنتري سنجل السر ولا مالتيبل السرز؟ مالتيبل اوفال السرز. كويس ايه اللي بيميزهم؟ ان هما فلاسك شيب وطالما فلاسك شيب يبقى الايدج اندر مايند والفلور نيكروتيك. تمام؟ لان اللي بيميز البلهارزيان بوليب زي الدكاتره ان البوليب حاجه من اتنين يا اما مالوش رقبه اسمه ايه؟ سيسايل يا اما له رقبه بيدانكيوليت يا اما واحد سنجل يا اما اخطر من واحد برانشت. الكلام ده كله موجود سيسايل اهو بيدانكيوليتد كل دول واحد اهو برانش اهو. يبقى هنوصف البول انا عندي الكولونز شوينج مالتيبل بولز سيسايل بيدانكيوليتد سنجل وبرانش ولان انا في حاله بالاريزيزيس يبقى الميكوزا والاقي فيها كمان ايه حاجه اسمها السر وساندي باتشز السر وساندي باتشز. يبقى عملنا ايه في البلازر بولب وصفنا دول سيسايد بيبانكوليت سينجل برانش عشان بالهاريزيزيس زودت حاجتين السرز وساندي ايه باتشز. ده بالنسبه للهارزل لان التالت يا دكاتره اسمه باسيلاري ديزنتري معروف ان ان الالتهاب نوعه ايه؟ سودو ميمبرينس. انا عندي مشكلتين ان الجدار نفسه ثيكند تخين بسبب الالتهابات كونجستد وثيكند وان كفرد باي جريش سودو ميمبرين. طبعا الميمبرين ده لما بيتقشر بيسيب لي ايه؟ مالتيبل اسس. يبقى عندي الدنبول ثيكن شوينج ديرتي جراي ميمبرين ولو اتشال طبعا الاقي في ارياز اوف مالتيبل سوبرفيشال ايه؟ اسس. تاني بسرعه لو سمحتوا الكومنت سريع على الثلاثه اللي شبه بعض ده اسمه ايه؟ اميبك ديزل وطالما اميبا يبقى السر واحد ولا مالتيبل؟ مالتيبل شكلهم فلاسك شيب والايدج اندر مايند والفلور نيكروتيك فلور. التالي ده اسمه ايه؟ بالهارزيان بولبس. طالما بولب يبقى توصف البولبس اللي هم بيبقوا سيساين بيدانكيليت سينجل برانشد وعشان بالهاريزيز عندي حاجتين كمان ساندي باتشز اند السرز لان التالت اسمه
باسيلاري ديزن ما فيهوش لا بوليب ولا الكلام ده خالص. والباسيلاري نوع الانفلاميشن سودو ممبرين اللي هو لونه بيبقى ديرتي جراي ولو اتقشر بيسيب سوبرفيشال ألسس. ده بالاضافه طبعا للمقاسات والحركات اللي انت عارفها. تمام؟ مقاسات بقى والكلام بتاعك. البوليبس طبعا لو عندك اكتر من بوليب هتقيس ايه؟ اكبر واحد مثلا واصغر واحد. الألسر اذا عندي اكتر من ألسر هعمل ايه؟ اكبر واحده واصغر واحده. خلاص؟ مكان عسل. وتيكت هقول يعني تقريبا هي الايه مين؟ تيكت اللي هو ده؟ تيكت المقاس يعني بس ما تقيسيش لا لا عادي بس تيكت كونجست ميكوزا ما يهمنيش مقاسها يعني. تخنها قد ايه مش معاها. طيب بصوا يا دكاتره. يا اولاد معايا كده لو سمحتوا. انا عندي يا دكاتره عندي ركز معايا بقى في الجار اللي قدامك ده. طبعا الجار اللي قدامك ده اكيد مش معدي يا بنات، اكيد الجار ده مش الصمغ لان عندي ان اليومن بيبلع كويس، ولكن ظهر فيه فانجيتنج ماس. فانجيتنج ماس اهي، يبقى انا عندي فانجيتنج كارسينوما فين؟ في الكول. هو انا كان عندي في الاستومك فانجيتنج كارسينوما ولا كان مالجنت ألسر؟ انما بتاعت الكولون فانجيتنج كارسينوما اهي كويس. احنا اتفقنا ان وصف الكارسينوما ثابت فانجيتنج، شكلها منتظم ولا ايريجولار؟ ايريجولار. ايه اللون الستاندر بتاعي؟ جريش وايت وانفلتريتنج برضو المصري وفيها ارياز اوف نيكروس وهيمش. كلام ثابت. يبقى انا عندي لارج فانجيتنج ماس ونقول مثلا لونها جريش وايت فيها نيكروس وهيمش انفلتريتنج المصري، دي كلمه ثابته في كل السرطانات. ولاحظ انك المنطقه يا دكاتره اللي تحت الماس ضيقه، اللي فوق الماس واسعه. ليه؟ لان الانسداد جمع الاكل فوق فبيحصل بروكسيمال دايليشن وديستال نارنج سايد اوبستراكشن، اكل ما بيزيدش فيحصل بروكسيمال دايليشن وديستال ايه؟ نارنج. ده فانجيتي كارسينوما اوف ذا. طيب انما دي ايه؟ مالجنانت ألسر. يبقى انا عندي مالجنانت ألسر في الاستومك ومالجنانت ألسر في الكول. تفرق المالجنانت ألسر دي عن مالجنانت ألسر هناك؟ يبقى ديسكرايب. هتقول ايه بقى؟ الريجولار ألسر الايدج ريست ايفيرت فلور نيكروتيك هيموراجيك بيس فيكسد اند يوريتد بيس سرطان قاعده. ده مالجنانت ألسر فين؟ في الكول. ماشي اللي وصف اي مالجنت ألسر هقول ان عندي ريست ايفيرتد ايدج نيكروتيك هيموراجيك فلو البيس فيكسد ما بيتحركش انديوريتد ماشي اللي بيبقى مخترق اجي احركه اتحركش. طيب طبعا يا اولاد واضح جدا قدامكم ان الجار ده متاخد في الكولون ولا في السمول انتستين؟ رفيعة وطويلة يبقى سمول انتستين. الجار ده اللي عندي في سمول انتستين اسمه تايفويد ألسرز. اسمه ايه؟ تايفويد ألسرز. وممكن الاقي معاه حتة من السيكا ما هي. تايفويد ألسر في الايه؟ في التيرمينال إيليان. وده جزء من السيكا. أنا هوصف يا أولاد الألسر وصف نظري. اولا الالسر بتاعت التايفويد بيبقوا اكتر من واحده لونجيتيودينال بالطول، لان الالسر بتاعت التي بي اللي هنشوفها كمان شويه بيبقوا سيركلر او ترانسفيرس بالعرض. عندي تايفويد وتي بي تي وتي الاثنين بيجوا في التيرمينال الي، بس التي بي الالسر بتاعته ماشيه بالعرض ترانسفيرس جيردل تعمل حزام، انما الالسر التايفويد بتمشي لونج تيودنال. موضوع مرتبط بالليفاتيك درينج مش قصتنا دلوقتي. انا اللي يهمني ان الالسر بتاع التايفويد برضو الايدج بتاعتها ايه؟ اندر مايند. مين اللي كان اندر مايند؟ اللي قلناه من شويه الاميبا صح؟ ودي برضو اندر مايند ايدج والفلور برضو ايه؟ نيكروتيك، ولكن البيز هنا هيبقى سوفت غير اي خالص مفيش مساحه خالص الدنيا
مفيش تخن مفيش سمك. سوفت بيز ناعم وقوي. وبيقول لك ان بص يا اولاد هل الالسر دي شبه دي؟ دي شبه دي؟ لا. مين احسن؟ مين احسن ده؟ واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ واحد احسن من اثنين؟ طب احسن من ناحيه ايه؟ انها واضحه وحلوه وباينه؟ طب ما كده مش احسن. الاحسن اللي بدات تختفي صح؟ يعني بدا يحصل ري جينيريشن. يبقى اقول ان في بعض الالسرز بدا يحصل فيها ري جينيريتنج. زي ايه؟ بداوا يقفلوا بداوا يلموا خلاص. انتوا عارفين مشكله، انا قلت لكم مشكله العيان بتاع التايفويد، قلنا الكلام. مشكله العيان الاساسيه بتاع التايفويد ما بتبقاش في الجي اي تي صح؟ بتبقى في المضاعفات اللي بره، لان معظم القرح في التايفويد بتلم لوحدها، ولكن مشاكل كلها بره بقى، التوكسيميا والسيبسيميا والكلام. فانا من العلامات المميزه في التايفويد ان الالسرز بتاعته بتلم لوحدها وبيحصل ريجنريشن. لو سمحت قولوا لي انا قلت ايه تاني؟ الجار كان اسمه ايه؟ تايفويد ألسر. في الكولون ولا في التيرمينال ايلي؟ تيرمينال ايلي. سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل. ماشيين ازاي؟ لونجيتيودينال. والايدج بتاعتها اندر ماين. والفلور اكيد نكروزس، ولكن البيز بيبقى دايما سوفت وسوفت بيز. وقلنا في حاجه مهمه في القرحه انها بتلم، بلاقي فيها هيلينج باي ريجنريشن. خلاص بص يا ولاد الجار ده بس انا مش عارف ده معانا ولا مش معانا، يعني بس هو انا محتاج احتياط احتياط. يعني التيشو اللي تحت ده ايه؟ ده بريست. ده بريست. هو الجار ده هناخده تاني مع الفيميل. التيشو ده بريست، استنى، من جوه، من بره في سكن. طبعا في عندي ماس، شايفين ماس؟ اهي مسمعه في الاجزال. الفيميل لما عملوا لها عمليه اسمها راديكال ماستكتومي، يعني شال السرطان، شال البريست، شال التيشو، وقام عمل ديسكشن للاجزال. طب شال الاجزلة ليه؟ لان السرطان انتشر من الليف نودز. فهو ممكن يجي لك كليمفويد، وممكن بعد كده يجي لنا تبع الفيميل او تبع البريست. القصه كلها ان انا عندي مالتيبل اكزيلري ليمف نودز انلارج بسبب الميتاستاسيس. وطبعا السرطان بيبقى فيكسد اند فيرم، ما بيتحركوش كويس. تمام؟ لان هم انفلتريتد باي ايه؟ باي تيوب. مش اي حاجه، قول ان عندي مالتيبل ليمف نودز انلارج فيكسد فيرم انفلتريتد باي تيوب. ميتاستاتيك كارسينوما في الليمف. بص يا اولاد، كولون ولا تيرمينال هيليوم؟ برضه كوين تيرمينال هيليوم. ألسر واحدة ولا مالتيبل؟ بس في حاجة مميزة جدا، إن القرح ماشية من العرض. على فكرة أكتر من واحدة لحموا مع بعض راحوا عاملين فتحة عرضية. يبقى الألسر زينا ترانسفيرس ألسرز اللي بيسموها جردل ألسر. بس برضه التي بي على فكرة الإيدج بتاعته أندر مايند. بس هنا الفلور بقول ايه؟ هنا ده تي بي بقى، الفلور كازييد الفلور. خلاص؟ يبقى الايدجز اندر مايند، والفلور كازييد الفلور، والبيس برضه فين او سموث بيس. وممكن نقول ان في شويه تيوبركلز ان بتوين، انا مش شايفهم قوي. دول مثلا تيوبركلز اهي في الايه؟ في الديبارتمنت. يبقى التشخيص ده ايه؟ تي بي سمول انتست. تمام؟ امال ده كان ايه؟ تايفويد ألسر. خلاص؟ اللي ماشيين بالعرض كده يبقى تيم. طيب بص يا ولاد، الجار ده اسمه تيوبيركلس ألسر سمول انتستن، اهو القرح العرضيه اهي، بس هنا كبيره جدا. نفس الكلام نفس الوصف. مع تيمس ميزنتريكا، يعني ايه؟ تيمس ميزنتريكا المقصود بيها انها انلارج ليمف نودز في الميزنتري. طب واي ليمف نود فيها تي بي بقول عليها ايه؟ كنا بنوصف الليمف نود ازاي يا دكاتره؟ واحد لارج لونها يلو كونسيستنس سور تشيز كيزياس ميت. بس والسر التي بي هي اندر مايند ايدج، نفس الالسر بالظبط اللي كانت انه اصلا ناس ايه؟ الالسر ولا ناس الليمف نودز؟ اشوف اكبرهم واصغرهم. خلاص؟ يبقى عندي نقول مالتيبل انسرز
نفس الوصف جردل او جردل اندر مايند هيتش زين فلور ونصف الليفل. طيب بص يا ولاد لو سمحتوا قولوا لي جوردن بيحتوي على ايه؟ عندي ايه هنا في الجوردن؟ انا عندي ثانيه ولا ثانيه؟ لارج ولا سمول؟ كويس. السمول انساين اللوكس اللي قدامنا ديت اجمد من الزرقين. ايه اللي لزقهم؟ التليفات والالتصاقات العنيفه بسبب التي بي. ايه الدليل اللي فيه تي بي؟ ان عندي مالتيبل تيوبركلز. شايفين التيوبركلز الصغيره الصفرا دي؟ اهي. ولينف نودز متدخله. التشخيص تيوبركلس بيريتونايتس. البريتونيوم مليان تي بي وطبعا في تيوبركلز كتيره برضه على السيرفس اللي احنا شايفينها النقط دي صغيره. يبقى انا بدايه عندي العلامه المميزه اللي فيه ادهرنت لوبس. كويس؟ بسبب التي بي. ايه الدليل انه تي بي عندي سمول تيوبركلز؟ النقط الكتيره دي والنقط دي. والليمف نود اوصف الوصف بتاع التي بي في الليمف نود. لارج يلو سوفت شي تشيزي كيزياس ميتد نفس الكلام. وطبعا البريجرام بيبقى ايه؟ اوبيك. خلاص؟ ده تيوبركلاس بيريتونيتس. بص يا ولاد طبعا الجار ده زي ما انتم شايفين دي مش زايده طبيعيه خالص. ليس هناك زايده بهذا الحجم بهذا الطول ولا بهذا العرض. احنا شفنا الزايده الطبيعيه من شويه وكمان ما كانتش طبيعيه. فكان مبتدئ. انما زايده بهذا الحجم طالعه خالص طبيعيه بشكل طبيعي وبدون التهابات وبدون اي باثولوجيكال فايندنجز دي يبقى ميكلز دايفرتيبل. اللي هي دايما بتطلع مع الميزنتريك بوردر ولا الانتي ميزنتريك؟ انتي ميزنتريك. وطولها هنا 10 في 3 سم ده المقاس الوحيد اللي انا حافظه. انتوا فاكرين المتوسط بتاعها كان كام؟ متوسط الطول كان 2 ايه؟ 2 انش اللي هو كام؟ المتوسط كان 5 سم. كويس؟ انما دي اطول شويه من المتوسط، اطول كتير من المتوسط. دي 10 سم في 3 سم. يبقى انا عندي لوب عايز ايه؟ عندي لوب اوف ايليم وهلاقي فيه دايفرتيكولم which is measuring 10 سم في 3 سم وطبعا من انه بوردر انتي ميزنتريك بوردر. ايه اهميه كلمه انتي ميزنتريك بوردر ديت؟ لان غالبا يا اولاد الدايفرتيكولا اللي بتطلع في الميزنتريك بوردرز غالبا اللي بتطلع من ناحيه الميزنتري بتبقى acquired دايفرتيكولا وليس congenital. بتطلع من المناطق الضعيفه في الجدار. فلما يقول لك الاقي ان في دايفرتيكولا من الناحيه الثانيه لا دي عمرها ما تبقى اكوايرد مش بسبب كونستبيشن مثلا. تمام؟ يبقى دي كونجنتال. فكلمه انتي ميزنتريك دي مهمه. الجاب اسمه ايه؟ ميجاز دايفرتيكولا. امال ده كان اسمه ايه؟ طيب بص يا ولاد فاكرين الحركه اللي اسمها انتيو سسبشن؟ وكلمه انتيو سسبشن يعني تويستنج ولا انفاجينيشن؟ انفاجينيشن. العنوان اليوسيكا مين اللي دخل في مين؟ اكيد الاليم اللي دخل في السيكا. يبقى عندي انفاجينيشن اوف اليم انسايد السيكا. ده السيكا ما هو ده الاليم اهو. فلما حصل الانفاجينيشن بتاع الاليم في السيكا بقت الميوكوزا بتاعت الاليم جوه مخنوق. فالميوكوزا يحصل لها سويلنج والسريشن. خلاص؟ يبقى الجار اسمه ايه؟ اليوسيكال ايه؟ انتو سسبشن. يعني مين دخل في مين؟ يعني ايه بقى؟ انفاجينيشن اوف اليم ان تو سي. فلما حصل الانفاجينيشن حصل ايه في الميوكوزا بتاع الاليم؟ بقت سوولن نفخت كونجستد ما هي مخنوقه في اليوسيكال فالف وحصل فيها السريشن. خلاص؟ طيب بص يا ولاد دي اليو اليال دي غلط الكلمه دي اليو اليال اليو اليال معايا يا ولاد نايمين معايا؟ اكيد نايمين مش معايا دي مش اليو سيكل دي اليو اليال اليام دخل في مين؟ في نفسه. فين الاليم اللي دخل في نفسه اهو؟ شايف الانفاجينيشن في الميوكوزا اهو. نفس الكلام. طب ايه الحركه دي؟ ايه ده مش فاهم انا حد فاهمني الجار ده؟
حد فاهم؟ الله ينور عليك. هما يا اولاد بصوا قاطعين من بره من الجدار من بره. انا المفروض لما اقطع من الجدار اشوف الميكوزا اشوف اليومن، ولكن اقطع من الجدار انا شايف ايليام تاني جوه. ده ايه الشغلانه دي بقى؟ فايليام دخل جوه نفسه، ولذلك لما قطع في الجدار شاف ايليام. نفس الكلام هيتقال. قالوا لي ايه بقى؟ هو اسمه انتي وايه؟ سسرج. يبقى تويستنج ولا انفاجينيشن؟ انفاجينيشن of part of the terminal ileum أو loop inside another part. فحصل إيه للميكوزا؟ سول ألسر. خلاص؟ وممكن يحصل فايبروس. خلي بالك الجار ده تحديدا المنطقة دي فيها فايبروسيس. بزود بس أنا عندي بروكسيمال فايبروسيس هنا. بروكسيمال فايبروسيس في الجار. لا ما تكتبش امتحان التسعة. التسعة بي اللي هو رقم الجار ده. كويس. فهو بيقول لك يمكن يكون الفايبروزس ده هو اللي هيج الامعاء فعمل الانتوسسبشن. قد يكون الفايبروز هو السبب. يبقى ده كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اليوسيكال انتوسسبشن. ولكن ده اسمه ايه؟ اليوبيليال انتوسسبشن. نفس الوصف بالظبط بس هزود فايبروزس في ده. وطبعا مقاساتك بقى وحركاتك بقى ودلع نفسك. خلاص؟ ماسك؟ ما هنا هقيس الجار نفسه. التيشو نفسه. طيب بص يا اولاد، الجزء ده جزء من الستاينال لوب. ركز معايا. وقام حصل بلجنج قام خارج بره من هيرنيا رينج، وقامت الهيرنيا رينج خانقه اللوب. فلما اتخنق اللوب بقت فيه منطقه نارو مخنوقه ومنطقه دايليتد واسعه اللي بره. وطبعا الاوعيه الدمويه اتخنقت حصل فيها ثرومبوزس لانها مخنوقه فاثر على لون اللوب. داخل على جنجرين. داخل على ايه؟ على جنجرين. هو الكلام ده اللي اتقال في الوصف. يبقى احنا هنقول ايه بقى؟ ان انا عندي كلوزد لوب اهو ما اتفتحش. في ايريز اوف كونستريكشن. مناطق الكونستريكشن الضيقه دي انهي مناطق حصل فيها ايه؟ اللي خرجت اللي اتخنقت بالارض. ولكن الوول عامه ايه؟ سوولن ودارك بلوش كونجستد ومحتقن بسبب قفله البين وداخل على جنجرين اهو. الاقي ايرياز اوف جنجرين. فين الجنجرين؟ قولوا لي فين الجنجرين؟ ده ده اهو اهو ده الجنجرين. امال ده يا ولاد ده؟ لا دي بلاد فيسلز. بلاد فيسلز محتقنه وفيها جلطات. اللون الغامق ده اللي هو في الميزنتري. هو في جنجرين بيحصل في الميزنتري؟ في جنجرين بيحصل في البريتونيم؟ يا سلام. جنجرين بيحصل في الجدار نفسه. ده يعني لو جالك سهم على ده ده جنجرين انما الاسود ده مش جنجرين طبعا. ده دي الاوعيه الدمويه بتاع الميزنتري، الفينز بتاع الميزنتري المحتقنه اللي اتكون جوه جلطه. خلاص؟ يبقى دي ثرومبوز بلاد فيسلز. ثرومبوز بلاد فيسلز. تاني يا اولاد يلا. اسمه ايه الجار؟ سترانجوليتد هيرني. انا عندي اللوب مفتوح ولا كلوزد؟ وفي ارياز اوف كونستراكشن بينما بقيه اللوب دايليشن. ارياز اوف كونستراكشن وبقيه اللوب دايليتيشن. ولونه ايه؟ بلوش محتقن سيانوتك يعني. ولكن في مناطق فيها جانجرين لونها بلاك. امال الاسود ده ايه؟ ثرومبوز بلاد فيسلز. تمام؟ هو ده. مقاس اللون كله على بعض كده. بصي كده ده طول. اقول لك ده كده طول كده 1 2 3 4 5 6 كده مقد كده مثلا سم 2 3 4 5 6 7 8 8 7 تقريبا يعني. ونص ونص ده سترانجليتي ده ماشي يا ولاد. وطبعا الجنجرين قلنا فين؟ في اللوب نفسه وليس في المزرعة. في ورم يا ولاد اسمه كاسترو انتستاينال سترومال تيومر. الورم يا ولاد اللي اسمه جاسترو انتستاينال سترومال تيومر بيعمل حركه
مشهوره جدا، هو كتابكم لم يذكرها، ولكن هي موجوده في بعض الكتب عشان توضح لك اكتر هو بيعمل ايه، لانها وصف دقيق جدا. بيقول لك ان الورم ده يا اولاد بيعمل دامبل شيب ماس. دامبل، عارفين دامبلز؟ دامبلز دامبلز اسقام، دامبلز تعبيرات حديد، دامبلز. الدامبلز عامل زي الدامبلز ليه؟ بيقول لك لان الورم ده، يا دكاتره ركز معايا، الورم ده بيطلع من جدار المعده مثلا، يقوم عامل بلجنج ماس، عامله بلجنج في الميوكوزا اهي، رغم ان الميوكوزا سليم، الميوكوزا ايه؟ سليم، ويقوم مخترق الجدار ويقوم عامل ماس زيها بالظبط، مدوره وضخمه بره في الميزنتر. يبقى هو عمل كام ماس؟ اتنين، عمل كره من جوه وكره من بره، وما بينهم اختراق. اللي من جوه ناحيه الميوكوزا، ميوكوزا سليمه، واللي من بره عملت انفلتريشن على الميزنتري او البريتونيوم من بره، فبيعمل تو ماسز. بيعمل ايه؟ تو ماسز. كويس. يبقى انا عندي لارج ودارك، بلجنج من جوه، بلجنج من بره. ايه اخبار الميوكوزا يا ولاد؟ انتاكت ميوكوزا. انا عايزكم تركزوا في الكات سكشن كده. بصوا يا ولاد، بتاخد فيه كات سكشن وقاطعين في الورم، قاطعين في الورم. الكات سكشن من جوه سوليد ولا سيستيك؟ سيستيك. حفر كله صح؟ لانه هيموراجيك، في دم. فبيقول لك ان الكات سكشن بيبقى سيستيك اند ايه؟ هيموراجيك. لو سمحتوا وصفوا لي الماس دي تاني. اولا الماس لونها ايه قدامك؟ هي دارك، عامله بلجنج في انه اتجاه؟ اتجاهين، بلجنج انتو ميوكوزا وبلجنج انتو بريتوني او ميزنتري. ناحيه الميوكوزا ايه اخبار الميوكوزا؟ انتاكت. طب لما عملنا كات سيكشن في الماس لقينا مالتيبل ايه؟ سيستيك بسبب هيموراج، بسبب الهيموراج. اسمه ايه تيومر؟ جاسترونتستينال سترومال تيومر لو جست. شكرا جزيلا. يلا يلا، شفت سهله ازاي شويه؟ لا ففاضل لك نقول شويه حاجات بسيطه كده بس. يلا قولي بسرعه حاجات احنا قلناها في الايه؟ في الجي بي تي. يلا يلا خلاص يا ولاد، ده احنا خلاص، ده فاضل ايه؟ ده كمان فاضل. هانت يا ولاد، ده 94 جار يا ولاد، الرقم اتوصل بقى. انا عليكم حاجة 94. يلا يا ولاد، ده اسمه ايه؟ بسرعه 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 بسرعه. يلا بقى، المفروض نقفل في الاخر نجري كده بسرعه. يلا من فوق كده ونصحصح هنقدر نخلص. يلا اسمه ايه ده؟ اوزنجيال باريسيس. احنا قلنا الجار بيحتوي على ايه وايه؟ لور بارت اوف اسوفجس، ابر بارت اوف ذا ستومك، وباريسيس يعني البينز، سب ميكوزا دايليتد اند تورشوس. قولوا لي الاسم ايه بسرعه، اسمه ايه ده؟ كرونيك بيبتيك السر. حد فاكر وصف القرحه؟ اتش شارب فلور كلين اند سموث بيس تيكن بريتونيوم، والميكوزا من بره بتبقى فلات. امال ده مين؟ مالجنانت السر ومعاها جاسترو جوجينيسيو. ايه وصف المالجنانت السر؟ ريست انفيرتد اتش فلور نيكروتيك هيموراجيك بيس فيكسد انديوريتد بيس. امال ده كان اسمه ايه؟ انفلتريتد كارسينوما في الستمك، اللي هو عمل ايه في الجدار؟ تيكن واليوم نروي ولون الماس جريش وايت، وعامله ان فلتريشن للمصري. وفي ليك في ده الايه؟ ده لوكالايز بايلوريك انفلتريت جاستريك كارسينوما، ده لوكالايز بايلوريك. ده اسمه ايه يا ولاد؟ اكيوز سافيرت لابنسايتس. ودايما الابندكس في الالتهاب بتبقى سوولن كونجستد والبريتونيوم كفرد باي باس. والاسود لو شفنا اسود نقول ايه؟ جانجرين. ولو شفنا عصايه كده شو نقول ايه؟ فيستولا مع انتيريور ادورنال وول. قلنا في ثلاثه قريبين من بعض شكلا وكلهم كولر خلاص. ده اسمه ايه يا ولاد؟ اميبك ديزل. وطالما اميبك يبقى مالتيبل السرز شكلهم ايه؟ ها فلاسك شيب، يبقى الاتش اندر ماين، والفلور نيكروتيك خلاص، والبيز ما اتكلمناش على البيز. دول مين؟ الهارزيال بولبس. وطالما بولبس يبقى سيسايد ودانكليد سينجل برانشد. وطالما بالهارزيال يبقى عندي حاجتين كمان، ساندي باتشز اند السس. امال ده اسمه ايه؟ باسيلاري ديسنت.
عندي بوليب او كده؟ لا، عندي حاجتين، ان الوول thickened congested وكفر باي ديرتي جريش ممبرين، اللي هو لما بيترشر بيسيب لي ايه؟ سوبرفيشال. امال ده كان ايه يا ولاد؟ فانجيلي كارسينوما. فين؟ في الكور. ونوصف وصف عادي للسرطان، جريش وايت الريجولار نيكروزو هيمرج انفلتريت. من فوق بيحصل بروكسيمال دايليتيشن، ومن تحت بيحصل ديستال ناروينج. امال ده كان ايه؟ مالجنانت ألسر في الكولون ونفس وصف المالجنانت. موضوع بسيط خالص. السمول انتستين كان عندي اثنين، بالتي تايفويد والتاني تي في، لان قرح التايفويد كانت لونجيتيودنال مالتيبل لونجيتيودنال، والايدج بتاعتها هتبقى ايه؟ اندر ماين والفلور نيكروزس والبيز سوفت بيز او ثين بيز. خلاص خلوا بالكم النهارده الفرق بين القرح دي ايه؟ ان دي فيها ايه حاجه مهمه؟ هي تريجنري. ده كان اسمه ايه يا اولاد؟ ميتاستاتيك كارسينوما فيل لينف نود. مين اللينف نود دول؟ اكزيلاري كانسر بيس. طب ده كان اسمه ايه؟ تي بي. وطالما تي بي السر يبقى لونجيتيودنال ولا ترانسفيرس؟ اللي هي بنسميها ايه؟ جيرد السر. وبرضه اندر مايند ريتش كازيتنج فلو. خلاص؟ وفي تيوبرز احيانا بالنسبه ده كان مين ومين؟ تي بي السر مع تيبس مسنت، يعني تي بي في الليمف نود، ونوصف التي بي في الليمف نود عادي خالص. ميتد ولارج وجيرو سوفت والكلام فاضي. امال ده كان اسمه ايه؟ انتوا على فكره الحاجات الهايفه دي بتغلطوا فيها. اه والله ده اسمه تي تي بي ايه؟ بريتونايتس. طب هتقولوا فيه ايه؟ ثانية واحدة، ابدا بايه الاول؟ بالظبط كده، ان عندي لوبس ادهرنت. ادهرنت بسبب تي بي. ايه الدليل ان في تي بي؟ ان عندي مالتيبل سمول تيبركلز وعندي لينف نود تي بي. والبريتونيوم نفسه بيبقى اوبيك بسبب التي بي. ده كان اسمه ايه؟ ميكس. وقلنا هنركز في حاجتين، مقاسها ومكانها. مكانها فين؟ انتي ميزنتر. ومقاسها الوحيد اللي هنحفظه 10 في 3 سم لانها كبيره شويه. طيب ده كان ايه يا ولاد؟ اليو سيكا. يبقى هنقول في ايه بقى؟ طالما انتو سسبشن يبقى العمليه اسمها انفاجينيشن. اليم في السيكا. قام حصل ايه؟ ميوكوزا سوولين كونجست وحصل فيها التريشن. هما دول ايه قلنا؟ يا اليو ايه مش اليو سيكا. نفس الكلام بالظبط. نفس الكلام بالظبط. بس هنا خلي بالك زودنا ايه هنا؟ في فايبروز بروكسيمال فايبروز. ده كان اسمه ايه؟ سترانجليتد هيرنيا. يبقى نشرح قصه الهيرنيا، كاننا بنتكلم كلام نظري. قصه الهيرنيا لما حاجه خرجت بره، يبقى عندي منطقه ايه؟ كونستراكت. انا عندي كلوز لوب خلاص؟ اريا كونستراكت والباقي سوولن دايليتد. بس كده؟ لا، اللون اتغير بقى دارك بلو وفي ارياز اوف جانجرين. الجانجرين اللي هو في الجدار. امال الاسود ده ايه؟ ثرومبوز بلاد فيسلز. ده كان اسمه ايه؟ جاسترونستاينال سترومال تيومر، اللي هو عباره عن ماس لونها دارك. البلجنج فين؟ اوتسايد وانسايد، ناحيه الميكوزا جوه بس الميكوزا انتكت، وانفلتريشن على بره على الميزنت او البريتونيل. لما خدنا فيه كات سيكشن شفنا ايه؟ سيستيك بسبب الهيمج. وشكرا جزيلا. ليه في نود وسبلين كلام فاضي؟ بص يا ولد مفيش كومنتات جديده يا كلام فاضي. اسمه ايه شارب؟ تي بي لينفاجينايز. شويه غدد الانفجار لزقه في بعض اهي. هتقولوا ايه في التي بي؟ لارج يلو سوفت تشيزي كيزياس ميكت زي خلاص. بس خلي بالك ان في بعضهم بس مش كده. واحد تاني. طيب بص يا ولاد، انا عايزك بس خد بالك من حاجه. بص يا ولاد خد بالكم من حاجه، ان الجار ده هو نفس الكلام على فكره، ديز ميزنتري جبر. بس خد بالك ان الجار ده في حته من الانتستين اهي، في جزء من انساين لوب
والجار ده نفس الكلام جزء الساينال لوب هي مقطوعه اهو خلاص. فانا عندي فيهم جارين تيبس ميزنتريكا معاهم الساينال لوب ثلاثه اسف ثلاثه خلاص فيهم الساينال لوب لان الاولاني ما كانش فيه خلاص. انما ده اهو 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 كلهم اسمهم تيبس ايه مثال نفس الكلام بس ده هزود فيه بقع بيضه اهي شايفينها ديستروفيك ايه كالسيفيكيشن نفس الكلام بالظبط. عندي انتسيما ميزنت ليف نود ميت تشيزي يلو كيز بس نفس وفي ديستروفيك كالسيفيكيشن. بص يا ولاد انا قصه كبيره قوي الموضوع ده موضوع عنيف جدا. ايه ده؟ دي ايه يا ولاد؟ لم طب وده ايه؟ ده الميزنتري. ايه اللي دخل اللنج في الميزنتري؟ العيان ده يا اولاد شالوا له الثلاثيه. انتوا عارفين التي بي كومبلكس؟ انا عندي فوق سيرفايف في النص ميدياستاين تحت ميزنتري لينف نود مالهم تي بي كلهم فيهم تي بي. وصف التي بي هو هو بس الفكره ان انا اعدد الاماكن يعني عندي سيرفايكال وميدياستاينال وميزنتريك ليمف نود فيهم تي بي واوصف التي بي اسمه برايمري جلاندولار كومبلكس في الثلاث اماكن. بص يا اولاد الجار ده دكاتره عباره عن 1 2 3 4 5 ليمف نود. ركز معايا بس ثانيه واحده. الجار ده يا اولاد العنوان هودجكن لينفوما في الليمف نود. بس انا سؤالي ايه العلامة اللي تقول لك ان مش تي بي؟ برافو. ان هم يا دكاترة الليمف نودز دول ديسكريت او سيبرت وما حصلش ما بينهم ميتنج. يبقى احنا ما بنتكلمش في كازيشن ولا تي بي خالص. انا بتكلم في ورم كبر هذه الغدد. لو جالك جور بهذا الشكل يبقى تشخيصه هودجكن لينفوما. اللي انت هتقول فيه ان الليمف نود انلارجت. ولكن variable in size ولكن لونها grayish pink. هو طبعا قدامك مش pink بس انت تكتب pink لان لون الهوتشيك الليمفوما يميل الى البينك اكتر خلاص. وفيرم ربري مش سوفت تشيزي. التي بي سوفت تشيزي السرطان فيرم ربري. يبقى هنا الفرق ان اللون مش اصفر. امال اللون ايه؟ grayish pink. consistency مش سوفت. امال consistency ايه؟ فيرم ربري. الغدد نفسها مش ميتد. امال ايه؟ ديسكريت او سيبريت. خلاص؟ يبقى ده مختلف عن التي بي. هودجكنز لينفوما. طيب بص يا اولاد الجار ده شفناه قبل كده مع بعض. ده سبلين انفاركش. يلا كرة في ملعب قولوا لي يعني ايه انفاركش؟ تراينجلر البيز بره الايبكس جوه سراوندد باريا اوف كونجشن. برافو. الجار ده دكاتره جديد ما شفناهوش مع بعض قبل كده اسمه كرونيك مايلويد لوكيميا. اسمه ايه؟ كرونيك مايلويد لوكيميا with area of infarction. الانفاركشن عادي. امال المايلويد لوكيميا عملت ايه في السبلين؟ كبرت السبلين. ركز بس في انا بس كلمه انا عايز كلمه بس مهمه خد بالكم منها. طب ما انت عندك حاجات كتير بتكبر السبلين زي الكونجيشن مثلا ولكن اللوكيميا سرطان لا يحترم الاركتكتشر. عشان كده يا دكاتره هقول ان النوتش عارفين النوتش بتاع السبلين؟ نوتش بتاع السبلين لوست اتمسحت. السبلين بقى بره مسطح سموث لان حصل اقتحام خلايا سرطانيه مش هتحافظ على الاكتيشن. دي الكلمه اللي تكملها في الكورس. يبقى السبلين انلارجد النوتش از لوست فيسلز كونجستد ماشي بسبب اللوكيميا في لوكيميك سيلز بتخش جوه الاوعيه الدمويه بتحتقن ممكن تتقال الكلمه دي وفي اريا في الانفاركشن ومصف خلاص. يبقى اذا هنا قلنا السبلين ايه النوتش از ايه از لوست. اسمه ايه جون؟ كرونيك مايلويد لوكيميا مع سبلينك انفاركشن.
الجار ده دكاتره مالتيبل تيوبركلز تيوبركلوميتا تيوبركلز كتير جوه السبلين. تيوبركلز بتاعت ايه؟ تيبيا. يبقى نقول ايه؟ كلام بقى بتاع تيبيا سوفت تشيزي يلو كيزيس نفس الكلام فاريبل انسايد مالتيبل تيبيا سبلين. لو لقيت الحجم صغير خالص كده نقط 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 يبقى اسمه ايه؟ ميلياري تيبيا. نعم في منظر ايه؟ كانه قصدك كانه الامبلايكيشن بتاع الاستاتيك مديول؟ لا 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 الامبلايكيشن هتلاقي حفره واحده حفره 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 في النص ده شويه تلاجع بسيط نجروس عادي خالص انما الابلايكيشن لا حاجه ثانيه خالص. طيب بص يا اولاد الميديا طبعا هي نقط صغيره خالص اصغر من الايه؟ من التيوبركلز. بص يا اولاد العنوان هوتشكن لينفوما في الاسبلين. مين اللي باين فيه هوتشكن لينفوما؟ من بره ولا من جوه؟ من جوه. ومن بره؟ اي فين قولوا لي كده باينه فين؟ شايفين يا ولاد اهو 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 الكور دي اهي. هو الاسبلين الطبيعي فيه كور بالمنظر ده؟ يبقى انا بدا يحصل تكتلات رفعت الكبسول ده مكان التيوب. يبقى العيان ده عنده برضه هوتشك. هنتكلم في هوتشك الليمفوما حجم الاسبلين طبعا بيقل ولا بيزيد؟ بيزيد. يبقى انا عندي لارج اسبلين شوينج مالتيبل مديولز اللي هم دول قد بعض ولا فاريبل؟ فاريبل ان سايز. واللون بتاع الهوتشك الليمفوما غير لون التي بي فهقول انها جريش وايت. احنا كان في سرطان من شويه شفناه في الاسبلين كان اسمه ايه؟ رونيك مايلويد لوكيميا. اللوكيميا لوكيميا انفلترت ما بيعملش نوديول بس الهوتشكن ليمفوما ليمفوما بتعمل نوديول. خلاص اللوكيميك انفلتريشن يكبر ويمسح الهوتش انما الهوتشكن ليمفوما تعمل لوكالايزد ماس زي ما بتعمل في الليمف نود بالظبط. في الايه؟ الهوتش عندي لسه ما حصلش حاجه في الهوتش لسه. طيب بص يا ولاد عشان ما نلخبطش عندي جارين الجار ده بيقول لك اسمه ميتاستاتيك ايه؟ ديفازس في الاسبلين. مين الجار اللي كان شبهه؟ اللي هو لا التي بي لو كان في الاسبلين دلوقتي اللي هو التي بي. بصوا على الجار بتاع التي بي ركز كده في الجار بتاع التي بي كويس. خلاص؟ بص بقى على الجار ده. اولا شايفين الحجم يا اولاد بتاع الابلايكيشن اهو كويس وهلاقي مالتيبل موديولز والفاريشن رهيب جدا في الحجم. نرجع للتاني ده القران مش كبير قوي صح؟ بص على ده تاني شايفين الفرق؟ القران كتيره جدا يعني تمام؟ كبير قوي وفي صغير قوي في فاريشن جامد وفي امبلايكيشن دايره واضحه جدا مجوفه مدوره ما فيهاش شك. خلاص؟ حجم الاسبلين هنا هيبقى نورمال ولا انلارجد؟ النوديولز اللي موجوده قد بعض ولا فاريبل؟ فاريبل. وفيها سنترال نيكروزس اللي هو بنسميه امبلايكيشن. طبعا اللون جريش وايت زي ما احنا متعودين ونيكروز وايت. شفنا ده مع بعض قبل كده؟ ده اسمه ايه يا اولاد؟ هايدايتد سيست. طيب فاكرين هايدايتد ده كان ايه؟ بارازايت. انا عندي part of the spleen showing cyst. الوول بتاع cyst thickened ولا thin؟ thin. انا عندي cyst single oval موجوده في النص ولا في البول؟ at one pole. والوول بيبقى thin and translucent. الوول بيبقى thin and ايه؟ translucent. شفنا ده مع بعض قبل كده؟ فين الاميلودوز بقى؟ بص يا اولاد اولا النورش اخبارها ايه؟ النورش بريزرفت الايدجز شارب الكات سيكشن فلات
وننقط نقط بسيطة جدا جدا، حاجات بسيطة، نقط صغيرة خالص بني فاتح اللي هو بنسميه واكسي، عامل زي ايه؟ زي الشمع. يبقى انا عندي السبلين بيبقى انلارجد ولكن النوتش سليمة. الايدج شارب، الكات سيكشن فلات، واحتوي على واكسي اميلويد ديبوزيتس. قولوا لي تاني انا قلت ايه؟ اسمه ايه الجو؟ اميلويدوس سبلين. قلنا ايه بقى في الاميلويدوس؟ الجار في سبلين which is enlarged كويس، والنوتش بريزيرف، والايدجز شارب، والكات سيكشن فلات مفيش بلجنج. طب ايه الغريب في الكات سيكشن؟ واكسي ديبوزيتس، واكسي ديبوزيتس بتاعت الاميلويد. ده اسمه ايه يا ولاد فاكرينه ده؟ يلا لعبتكم بقى. كونجستيف سبلينوميجالي، حجم السبلين انلارجد، سبلينوميجالي محتقن يعني كونجستيف صح؟ يبقى لونه دارك. ايه اخبار النوتشز؟ بريزيرفد. ايه العلامه المميزه اللي كانت موجوده في الجار ده؟ ان كان في بقعه لونها ابيض عباره عن كارتليجينس ميتابليزيا في الكبسول، مع الضغط العالي الكبسول بيقاوم وبيعمل انسجه تشبه الغضاريف عشان يحمي نفسه من الانفجار. يبقى السرين اللارجر نوتش بريزيرف، كبسول ثيكن، وفي كارتليجينس ايه؟ ميتابليزيا. واللون طبعا دارك براون. شكرا. عايزين ايه بقى؟ نحن